طيب دلوقتي عايزين نعمل بقى الجاتو شاتو، الوصفة الجديدة اللي انا كنت عملتها قبل كده معاكم، الوصفة الجديدة بس ما كانتش نزلت على يوتيوب، فهنعملها مع بعض تاني دلوقتي. هقول لكم على المقادير. معانا 3 ارباع كوباية زيت عباد الشمس، 3 ارباع كوباية زيت عباد الشمس يعني 150 جرام، كوباية لبن يعني 200 جرام، كوباية سكر ناعم يعني 200 جرام، كوباية ونص دقيق يعني 200 جرام، كوباية ونص دقيق ماشي، 3 بيضات، معانا 2 باكو كريم كراميل بودرة، 2 باكو كريم كراميل بودرة، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، ورشة ملح. مهمة البيكنج صودا لأن كريم كراميل تقيل، هتلاحظوا اللي عملوا الوصفة اللي قبل كده وما ضربوش البيض كويس بيطلع في تلكيمة شوية، مش بيطلع هاشش وجميل. فأنا مع تغيير الوصفة بمقادير كتير، قللت الزيت، زودت الدقيق، زودت البيكنج صودا، زودت البيضة، بيضة واحدة كمان عشان يدينا فوليوم أكتر ويهش أكتر ما يبقاش مكتوم. خلاص هنعمل إيه؟ أول حاجة بنحط الـ الـ السكر، وعليه اللي هو 2 باكو من الكريم كراميل، وعليه اللبن ده بضربه كويس جدا عشان يفك معايا، بضربه الاول كويس جدا ده عشان يفك معايا. خلاص بعد كده بنزل الزيت واحده واحده، خلاص هنحط بقى رشه ملح مهمة جدا، يتضرب كويس لغاية ما السكر يدوب معانا، ما يبقاش فيه سكر مخرز لان ده الصوص اللي احنا نستخدمه. الجاتو شاتو ميزته ان هو فيه الصوص بتاعه، يعني احنا بنعمل اي كيكة من كيكات جاتو شاتو معايا الصوص بتاعها جاهز. هنا بقى هبتدي انزل الزيت واحدة واحدة، بتفرق بتعمل لي قوام غليظ. خلاص يتضرب كويس جدا، نفضل نضرب نضرب لغايه ما كله يتجانس. بعد كده هروح معايره منه بقى مقدار كوبايه، شيل بس الحاجات دي عشان اعرف اشتغل زي ما اتفقنا، بنشيل منه كوبايه ليه؟ عشان ده الصوص بتاعنا، احنا عايزين الصوص اللي احنا هنحطه على الوش. ومعانا طبعا في الباكو كريم كراميل بيبقى معانا برضو، شايفين قوامه ازاي سميك شويه، مش ميه. ليه؟ علشان ضربناه بطريقه صح. طبعا الكوبايه دي مقاس كوبايه عصير، احنا لازم يبقى عندنا دايما معيار الكوبايات اللي هي بتاعه ال 200 مللي بالظبط، عشان ما نحطش زياده، ما نحطش مثلا مقدار مجب حلو من الصوص وما يتبقالناش هنا حاجه نعمل بيها. خلاص انا بقى 3 بيضات بحطهم دلوقتي، بضرب تاني حبة حلوين، بضرب تاني حبة حلوين لغاية ما اغرف بقى الشوربة واغرف ده يكونوا اتضربوا صح. طلعته خلاص يا حبيبتي، تمام خلاص كده ضربنا البيض كويس جدا. نحط بقى بيكنج باودر والبيكنج صودا اهو، ونخلطهم بقى. دي بقى مش ضربه جامده، الدقيق ما نخلطوش ابدا ضربه جامده عشان ما مش عايزين نحفز فيه عرق. تسلم لي يا رب، ايه الخبر الجميل ده يا طمان، والله يعني مش عارفه اقول لك ايه. Thank you.
تسلمي لي يا رب، علشان ما حدش يتلخبط. انا على الموقع انا حطها كده بس عشان اكد على موقع القناه 180 درجه. لا انا لسه ما غرفتش، هنغرف بقى، هنحط بقى، نقطعتهم يعني بحب اشيل الاطراف، يعني قبل كده كنتش بشيلها بس بصراحه لما نشيل الاطراف احسن كده. بحطهم برصهم، لا نحط الاول الصوص عليها علشان ايه، لما بحط الصوص بعد كده بتنزل اهو. نحط اهو، باين على الشاشه، شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي الطريقه دي. بص دي وصفه اسطوريه، فايه يعني ادوني وقتي فيها علشان ايه، دي هتنزل تبقى للتاريخ على اليوتيوب، ارجوك اتوسل اليك. تسلم لي يا رب. بس انا ما سمعتش كلام النهارده. كده ماشي يا عز، ماشي. نحط بقى وبعدين هننزل عليها صوص الكراميل. بس شايفين الكيكه هشه ازاي، تحفه. برضو باكد دي بودره الكريم كراميل اللي احنا بنشتريها، اللي بتبقى جاهزه في علبه ومعاها الكريم كراميل، الكراميل البكوات، عشان دي هنستخدمها دلوقتي نزين على الوش بيها. نحط بقى هنا كده، نحط بقى اهو باكوات الكراميل. بس هات عليا علشان ايه تبقى باينه، باكوات الكراميل اهي اللي بتبقى معاها دي، بس هنزلها على الوش كده. خلاص اهي، بس كده بالظبط زي الصورة اللي احنا عملناها قبل كده.